تعالى ولشفاعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام. شيء لله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة جميع أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى حضرة جميع العلماء العاملين والأولياء العارفين وجميع الملائكة المقربين الكروبين خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر بن جيلاني وسيد الشيخ محمد محمد بن محمد الغزالي وسيد الشيخ عبد الله بن الحداد وصوله وفروعهم
إن الله يعلي درجات في الدين والدنيا والآخرة ونفعنا من بركتهم وكرمتهم ونفعهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة جميع مؤسسين أحد العلماء خصوصا إلى حضرة أبي خالد وهاشم أشعري ومحمد صلى الله عليه وسلم شمس العارفين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم ثم إلى حضرة جميع مشايخنا مشايخنا معلمينا ولأساتذتنا إن الله يعلي درجات في الدين والدنيا والآخرة ونفعنا من بركاتهم وكرماتهم ونفعاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة شيء لله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرة جميع أرواح أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى أرواح من بنى هذه القرية رنبتو وإلى حضرة جميع الواقفين في هذه المؤسسة روضة الحكمة وصل إلى حضرة أبا حج عبد الرحمن وإلى جميع الموفقين في هذه المؤسسة وإلى حضرة جميع أموات الموفقين في هذه المؤسسة وجميع المجاهدين في هذه المؤسسة وجميع من عمر هذه المؤسسة. اللهم يا الله اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله لنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى حضرتي ثم إلى روحانية وجسمانية أبنائنا وبناتنا أولادنا. اللهم يا الله اجعلهم من أهل العلم وأهل الخير من عبادك الصالحين المصلحين المحسنين المخلصين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. استغفروا ربكم استغفروا ربكم إنه كان غفارا. استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي
العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا الله يا قدير، يا الله يا قديم، 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 يا سميع يا بصير، 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 يا مبدئ يا خالق، خالق يا مبدئ يا خالق، 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 يا خالق، يا مبدئ يا خالق، يا مبدئ خالق، يا حفيظ يا نصير، يا وكيل يا الله، يا حفيظ يا نصير، يا وكيل يا الله، يا حفيظ يا نصير، يا الله، يا حفيظ يا نصير، يا وكيل 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 يا الله، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، 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 يا لطيف يا لطيف، 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 يا لطيف
لطيف يا 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 لطيف استغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتمضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفع
ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا بديع 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 يا بديع. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا وسيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا ربنا وإلهنا سيدنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. حسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا عنكم السوء بألف ألف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا على دين الإسلام. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. سألتك يا غفار عفوا وتوبة وبالقهر يا قهار خذ من تحيلا. يا جمال
البطش الشديد. خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد. خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. يا جبار يا قهار يا ذا البطش الشديد. خذ حقنا وحق المسلمين ممن ظلمنا والمسلمين وتعدى علينا وعلى المسلمين. على هذه النية وعلى كل نية صالحة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق سوى إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالعلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, teman-teman, para bapak, para rawuh, ahli santri, baik madin maupun TPQ, rahimakumullah wa hafizakumullah. Teman-teman sesepuh, bin sepuh, khususnya Abah Haji Nur Khatib, Mbak Laras, kemokoh, bina dengan sehat, seger waras, panjang umur, manfaat barokah, dan doa yang khusus buat Bala Madrasa Santri Fa'i di Ibu Minulio. Alhamdulillah itu tasik kaparingan seger waras, sehat walafiat, kesempatan dan kemauan sehingga saat bunikoh kita sakut hadir wonten majelis istihosa setiap bulan niki ngawali pasca Ramadan dan Idul Fitri. Komoko awal ingkang saih punika kita anyari, kita perbaiki niat kita. Bismillah, niat ingsun dere istiwasah tiap bulan malam kedua, minggu kedua, Sabtu malam, Ahad kedua. Boten enten male ingkang kita ajeng-ajeng ngomong rahmat taufikipun Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita, putra-putri kita, anak-anak kita, anak turun kita dados tiyang ingkang selamat, wilujeng bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para rawuh sedaya, singkat mawon nyuwun pangapunten. Dan sakit dari akan sampai akhir mangke keranten enten dua agenda tangkempol kali tang rembang di ingkang patut kulo sampai akan terkait kerjasama perhatian dan support dari para wali santri terhadap keberadaan eksistensi Yayasan Radul Hikmah. Mudah-mudahan terus berjalan, terus barokah manfaat, terus makmur ila yaumil qiyamah. Ini mboten saged berjalan tanpa dukungan para wali santri, masyarakat sekitar, khususnya wali santri. Oke, enteni yayasan iki krono wali santri, cikal bakal keberadaan lembaga utawi yayasan ini bagi wali santri. Kalau dia boleh eling awal-awal mboten enten tempat karena
terus berkembangnya santri, alhamdulillah tahun 2005 niki mulai babat alas. Nah, niki pun dua-dua sekitar 17 tahun pun keberadaan niki, alhamdulillah. Niki tidak lepas dari panjenengan semua dan semua ahli santri yang sudah punya andil partisipasi terhadap ini, sehingga berdirinya sampai ini ya maksimal itu dari wali santri. Alhamdulillah bisa memberikan manfaat yang besar kepada anak-anak kita, masyarakat kita. Sekali lagi dukungan dan backup panjenengan semuanya, insya Allah pembangunan-pembangunan ini akan terus berjalan, terutama jadi insya Allah nunggu tukang nutupakan dalam apa besok Senin niku mulai pada semerat niku teng pinten niku teng makam niku damel taman taman-taman untuk memberikan rasa asri, rasa segar kepada santri-santri kita dan seluruh warga Rodatul Hikmah.